ومن ذلك أيضا من الأمور التي يهملها كثير من الناس أنهم لا يحترمون أعراض ولاة الأمور، لا يحترمون أعراض، تجد فاقهة مجالسهم، نسأل الله العافية وأن يتوب عليهم وعليهم، فاقهة المجالس أن يتكلموا في أعراض ولاة الأمور. لو كان هذا الكلام مجزيا تصح به الحال لقلنا لا بأس، هذا طيب، لكن هذا لا يجزي ولا تصح به الحال، وإنما يغر الصدور على ولاة الأمور سواء كان من العلماء أو من الأمراء. تجد الآن بعض الناس أهمهم إذا جلس مجلس ما يكلف يستانس إلا إذا نزل عالم من العلماء ولا وزير من الوزراء ولا أمير من الأمراء ولا من فوقه ليتكلم في عرض، هذا غير صحيح. هل كلامك هذا سيجزي؟ لو كان يجزي لكنا أول من يشجع عليه وقلنا لا بأس، المنكر يجب أن يزال والخطأ يجب أن يصح، لكنه لا يجزي، إنما يغلق الصدور ويكره الناس إلى يكره ولاة الأمور إلى الناس أو يكره العلماء إلى الناس ولا يصح من ذلك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كلمة جامعة مانعة جزاه الله عن أمته خير، قال كلمة جامعة مانعة، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والعجب أن بعض الناس أهل دين لو أردت أن تتكلم بشخص عادي من الناس قال لا تغتاب الحرام، لكن لو تكلمت واثم ولاة الأمور كيف، مع أنه غير ولاة الأمور ما يرضى أن يتكلم أحد في أرض أحد عنده، لكن في ولاة الأمور يرى أن هذا لا بأس به. وهذه مسألة مرض بها كثير من الناس، أنا أعتبرها مرض، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من الأدواء، مرض ابتلي بها كثير من الناس، ولو أن الناس كفوا ألسنتهم ونصحوا لولاة أمورهم، أنا لا أقول اسكت على الخطأ، لكن اكتب لولاة أمورهم، اكتب أنت، اكتب كتاب وصل بهذا هو المطلوب، وإذا انتفعوا به فهذا أحسن، وإذا لم تدعوا به فالإثم عليهم إذا كان خطأ صحيحا، وإذا لم يكن إليه فالإثم على من منعه عنه. والله موفق.